عادت العلاقة بين حزب الإصلاح ودولة الإمارات إلى الواجهة مجدداً مع ظهور قيادة الحزب في عدة لقاءات بمسؤولي دولة الإمارات في أبوظبي. أهلا بكم إلى فضاء حر. منذ سنوات والعلاقة بين الطرفين تشغل حيزا مهما من النقاش العام نظرا للتأثير الذي تلقي به هذه العلاقة المعقدة على سير الحرب في البلد وعلى المشهد السياسي بشكل عام. قبل ظهور قيادة الحزب في لقاءات مع القيادة الإماراتية كانت هناك لقاءات عدة برعاية سعودية بغرض إصلاح العلاقة بين الجانبين التي بقيت في حالة حرب صامتة حينا ومعلنة في أغلب الأحيان، على الأقل من الجانب الإماراتي الذي يعلن بوضوح أن معركته في اليمن ضد الإصلاح والحوثي وتنظيم القاعدة. يرى البعض أن هذا التطور لن يكون له أي تأثير إذ طالما انتهت اللقاءات السابقة إلى لا شيء، ويعزون الأمر إلى أن المطالب الإماراتية غير قابلة للتطبيق وستضع الحزب في مواجهة مفتوحة على الأقل مع قواعده الجماهيرية في حال التماهي مع المشروع الإماراتي في اليمن. فريق آخر يرى أن هذا التحرك جيد وسيلقي بأثره على مسار المعركة مع ميليشيا الحوثي والتي بقيت بلا إنجاز حقيقي منذ أكثر من عامين نتيجة لتوتر العلاقة بين الطرفين بفعل المخاوف الإماراتية من سيطرة حزب الإصلاح على المشهد عقب إسقاط الانقلاب في صنعاء. إذن ما دلالات هذا التطور الجديد في العلاقة بين الإصلاح والإمارات؟ ما علاقته بتطورات الساحة اليمنية سياسيا وعسكريا في الوقت الراهن؟ وكيف سيلقي بأثره على المشهد اليمني عموما؟ لمناقشة هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من تعز رئيس الدائرة الإعلامية لفرع حزب الإصلاح أحمد عثمان، ومن عدن الصحفي صلاح السقلدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد السقلدي بالسؤال المشترك. برأيك في ظل الظروف الإقليمية والمحلية الحالية، من يحتاج الآخر بشكل أكبر، حزب الإصلاح أم الإمارات؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. في تقديري أن كل من الإمارات وحزب الإصلاح أو ما يصنف بأخوان اليمن، كل منهما يسعى إلى توظيف جهد الآخر، ومع ذلك تظل هناك عدم الثقة بالآخر موجودة وعميقة جدا، لا يمكن من خلال لقاء مثل هذا أن يذوب كل الجليد الموجودة. فالإمارات ترى في حزب الإصلاح بأنه لا يمكن الركون عليه ولا يمكن اعتماده كأحد القوى التي ممكن يعتمد عليها التحالف في اليمن بحكم علاقته الوثيقة بالحركة الأخوان الدولية، وخصوصا مع استعار الأزمة السياسية بين الإمارات والسعودية ومصر والبحرين من جهة، ودولة قطر المؤيدة للحزب الإصلاح من جهة ثانية. وبالتالي شاهدنا كما هو معروف عدة لقاءات من هذا القبيل ولم تفضي إلى نتيجة الهوة السحيقة التي تفصل بين الجانبين. لكن ما يميز هذا اللقاء اليوم هو أنه يأتي في ظل تطورات دولية إقليمية ضاغطة على التحالف لإيقاف الحرب والدخول في تسوية سياسية، وهذا ما فطن الحزب الإصلاح، ويحاول أن يستثمر هذه الضغوطات ويظفر به كثيرا، وبالتحديد في على الساحل الغربي وفي مأرب. برغم أن الجانب الإماراتي يبذل جهد كثير بالتوازي مع السعودية من أجل إيجاد هناك إيجاد قوى سياسية وعسكرية في الشمال تشغل الساحة في الشمال، خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. فالإمارات لا ترى في المؤتمر الشعبي في وضعها الراهن أن يلبي مطلبها كقوة سياسية وكقوة عسكرية موثق بها، وبالتالي لجأت مضطرة إلى حزب الإصلاح مد يدها، ولكنه في تقديري يظل هذا هو نوع من التكتيك المؤقت والمرحلي فقط، ولا طيب يرتقي إلى تحالفات استراتيجية بحكم سنستمر في هذه النقاط والدلالات لاحقا أستاذ صلاح. دعني أنتقل بنفس السؤال إلى ضيف الآخر سيد أحمد عثمان. أستاذ أحمد، أهلا بك إلى فضاء حر. في ظل الظروف الإقليمية والمحلية الحالية، من الذي يحتاج الآخر بشكل أكبر، الإصلاح أم الإمارات؟
اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم ومشاهديك. طبعا قضيه من المستفيد، الاصلاح او الامارات، انا ارى ان السؤال ممكن ان يصاب بشكل اخر منطقي، وهو ان الاصلاح لا يتحرك معدل عن المنظومه الشرعيه، السلطه الشرعيه. ممكن نقول المستفيد السلطه الشرعيه اليمن بشكل عام او الامارات. الحقيقه ان الامارات والسلطه الشرعيه ومن ضمنها الاصلاح جزء اساسي من منظومه السلطه الشرعيه، ودول التحالف عموما وبقياده السعوديه هم في خندق واحد. لكن استاذ احمد، لو كان الامر كذلك لو كان الامر كذلك لما راينا اليدومي و الآنسي هم مع محمد بن زايد، ولا رأينا عبد ربه منصور هادي مثلا أو غيره من قيادات الحكومة الشرعية؟ نحن نتحدث الآن عن الإصلاح تحديدا. من المستفيد بشكل أكبر؟ نعم، من الذي يحتاج الآخر بشكل أكبر؟ الإصلاح أم الإمارات؟ ما كان الإصلاح حزب موجود في الساحة اليمنية وجزء أساسي بالسلطة الشرعية، ووجود الأستاذ اليدومي والأستاذ الآنسي في الإمارات هذه خطوة متقدمة وخطوة في المسار الصحيح، لأن هذا التقارب بين دولة الإمارات والتحالف والشرعية مثلة بأكبر حزب أو الحزب الموجود بثقله في الشارع، هذا التقارب يخدم المشروع المشترك ومشروع المعركة المشتركة ضد الحوثي وضد المشروع الفارسي. لا يمكن أن نخاص بالمستفيد. أعتقد أن كل الاطراف في عمليه او في المعسكر الشرعيه مستفيده، سواء كانت دول التحالف الامارات او الاصلاح او بقيه منظومه السلطه الشرعيه برئاسه الرئيس عبد الهادي، ستكون مستفيده، لان الكثير من العراقيل او الكثير من القصور الذي لازم المعركه في اليمن كان باسباب متنوعه، ومن ضمنها ومن اهمها الاسباب ان المعسكر الشرعيه لا يوجد لديه قرار واحد، قرار سياسي واحد. ايضا نحن بحاجه الى قرار واحد، قرار عسكري وقرار امني، لكي تتجه المعركه والحشود وتتوحد لكي تحدث التحرير. الاصل ان يتحرك الناس ويكون شعارهم لا صوت يعلو فوق صوت التحرير. وانا اعتبر ان هذا اللقاء هو لقاء جيد. الاصل انه تاخر كثيرا، وامل ويامل اليمنيون ان يكون له ثمار عمليه على الميدان. يريد ان نراه في الجبهات تتحرك، كل الجبهات التحرير بنفس النفس بنفس الدعم الواحد. نريد ان ينعكس هذا اللقاء بقرارات امنيه وسياسيه واحده في سلطه دعم السلطه الشرعيه. نعم استاذ احمد، طيب في هذا السياق اسال ضيفي الاستاذ صلاح الصقلدي، برايك هل جاء هذا اللقاء لان الامارات تحاول تفعيل علاقتها مع الشرعيه بشكل اكبر، ام لان هناك حزب يمني ممتد على الخريطه الوطنيه وتحتاج الى التعامل معه لتجاوز الكثير من المشكلات على الارض و تحقيق أهداف ما يسمى بالتحالف العربي ككل؟ الإمارات تعرف جيدا، كما نعرف جيدا، بأن الشرعية هي معظمها إن لم تكن جميعها هي حزب الإصلاح. الحزب الإصلاح مسيطر على مفاصل الحكومة، مفاصل الدولة، بل ومؤسسة الرئاسة هو يتحكم بها تماما ويتحكم بالقرارات التي تصدر من هذه المؤسسات. هذه حقيقة يدركها الإماراتيون أنفسهم كما نعلمها جيدا، وبالتالي التشاور مع الإصلاح مباشرة ترى الإمارات أنه اختصر لها الطريق، بدل أن تذهب إلى أروقة الحكومة وأروقة الشرعية المتعددة، فهي بالتالي مسكت الطرف المعني والطرف المؤثر والطرف الذي ترى الإمارات ويرى التحالف أنه يتلاعب بها، سواء على الأرض أو على الجانب السياسي. فالحزب الإصلاح استطاع أن يستثمر الأزمة الخليجية ويوظفها تماما لمصلحته ويستفيد من كل الطرفين، فهو استطاع أن يوضع رجل في الدوحة ورجل في الرياض.
ويتقاعص في الوقت الذي يريده على الجبهة، في الوقت الذي حدده هو على الجبهات، ويحرك الجبهات في الوقت الذي تكون هي لها مصلحته، ويمارس ابتزاز إن جاز التعبير، يمارس الابتزاز بأوضح صوره على التحالف، ويستثمرها أكثر من الأطراف الأخرى التي من التي كان من المفترض أن تقوم بهذا الدور وتقدم قضاياها، مثل الجنوبيون والمجلس الانتقالي تحديدا. فالإصلاح يدير العملية، يدير علاقته بالتحالف علاقة نوع من المد والجزر، ونوع من التمنع تارة والتقرب تارة أخرى. فهو استطاع أن يمسك اليد التي تؤلم التحالف، ويوضع يده فوقها تماما، ويحاول أن يركع التحالف، وبالذات الإمارات التي ترى فيه الخصم اللدود، وخصوصا في الجنوب وفي الشمال تحديدا. أما فيما يخص السعودية فلا أرى لها، أرى أن هناك ترى في الإصلاح خصم يرتقي إلى الدرجة التي تتعامل فيها الإمارات. فالإمارات هي التي تتحكم على الأرض، وهي التي ترى في حزب الإصلاح بأنه هو من يهدد تضحياتها. طيب ومن يهدد الأمن الذي يتحكم بالمعركة، وبالتالي ذهبت إليه. هل الإصلاح الذي لا يحرك الجبهات، أم الإمارات التي تقول الآن أنها هي الفاعلة على الأرض، أو التحالف بشكل عام؟ الجبهات معروف أن الجبهات على الأرض هي منزعة. الإمارات يكاد دورها في مأرب شبه يعني غايب. في الساحة الغربي معروف أن اليد الطولة والقوة المؤثرة هي الإمارات، وما تحتها من الفصائل والجماعات الجنوبية والجماعات العمير طارق. في الساحة الغربية لا نستطيع أن نقول أن الإصلاح يتقاعس هناك، لأنه ليس موجود، لكن في تعز، في مأرب، في الجوف الإصلاح يقدم خطوة ويتأخر خطوتين لحاجة في نفسه. فهو لا يريد أن يتقدم في الوقت الذي تريده الإمارات، فهو يحدد الوقت هو، ويحاول أن يبحث رسائل هنا وهناك بأنه طيب. قد يلجأ إلى مد علاقته مع الحوثيين، ومد علاقته مع قوى أخرى، وفي تقديري بالتالي هو يمارس، لا توجد عنده أي موانع ولا توجد عنده أي حوائق. طيب. سأنقل هذه النقطة إلى ضيف الآخر مع الجميع، أحمد ما عثمان الحوثيين الذي يزعم الإصلاح بأنه يحاول. أنقل هذه النقطة إلى السيد أحمد عثمان، وأسألك أيضا يعني بوضع الاعتبار لما تفضل به ضيفي صلاح الصقلدي، أسألك أستاذ أحمد، كانت هناك لقاءات سابقة بين الجانبين برعاية سعودية بوجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نهاية العام الماضي بعد مقتل صالح. ما الذي سيتغير؟ هل تختلف هذه اللقاءات عن سابقاتها؟ طبعا أخي العزيز، يجب أن نذكر أن الإصلاح حزب جماهيري موجود في أرض اليمن وكل منطقة، وهو حزب عميق وله دور، وهذا لا يخفى على أحد. لا يدعي الإصلاح أنه هو كل الشرعية، بل هو لديه شركاء وهو يعمل من خلال الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه. لكن نحن يجب أن نذكر أن هناك من أطراف عديدة يعني تحاول أن تهاجم الشرعية، لكنها أحيانا تهاجم، في الغالب تهاجم الشرعية تحت عنوان الإصلاح، مستغلة بذلك بعض أو تظن أنها تستطيع من خلال مهاجمة الشرعية عن طريق الإصلاح، لأن تستغل بعض الأمور الإقليمية والأوراق لكي تضرب الشرعية بشكل عام. إذن الإصلاح عند الكثير هو عنوان للشرعية. الكثير يعتبر يريد أن يهاجم الجيش الوطني تحت عنوان الإصلاح، يريد أن يهاجم حتى الرئاسة يهاجمها باسم الإصلاح، وهذا نوع من الدعاية ليس إلا. نحن نعلم أن الإصلاح موجود في كل الجبهات وموجود في الشارع، هو كداعم كمساند، لكنه يدعم ويساند الجيش الوطني وباسم الشرعية، هو جزء من الشرعية. قضية عدم تحريك الجبهات هذا معروف، أن الجبهات التي توقف هي نتيجة عدم دعم الجيش الوطني، يتوقف لأنه لا يوجد لديه دعم. أما بالنسبة لقضية اللقاءات السابقة التي تمت مع الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن الشيخ محمد بن زايد، لقاء يعني كان له في فترة معينة. هذا اللقاء أنا أعتبر أنه أكثر، ربما أن يكون أكثر أثرا. لماذا؟ جاء في ظروف
هل اللقاء بشكل مباشر مع الطرف الإماراتي دون السعودية سيفعل يعني سيوجد حلول أكثر؟ نقول أنا أعود إلى النقطة الأولى أن الإصلاح أو في جهات كثيرة تقود حملة منهجة ضد الإصلاح وأنه ضد الإمارات وتحاول أن تصطاد في الماء العكر. أظن هذه السنوات الطويلة الأربع سنوات استطاع أن الكثير أن يرى حقيقة الإصلاح بأنه حزب يمني وطني ذا مصالح يمنية وطنية بحتة وأنه الفاعل في الأرض وأنه اللاعب لاعب سلفي لا يمكن تجاوزه. أيضا يمكن الوثوق به الإصلاح من أهم اللاعبين الذي يمكن الوثوق به مع أي حلفاء. تاريخ الإصلاح ودور الإصلاح في الميدان يثبت أن هذا الحزب هو حزب وطني يمكن الوثوق به في أي عملية تشاركية. طيب لم تجبني على السؤال أستاذ أحمد، لم تجبني على السؤال، ما الذي سيتغير في يعني ما سيلي من الأيام لهذا اللقاء على ما أن يعني اللقاء السابق لم يغير شيئا في طبيعة سواء نظرة الإمارات للإصلاح أو طريقة تعامل الفصائل التي تواليها أو تدعمها على الأرض في اليمن؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نحدد ما الذي سيقع بالضبط. نحن نأمل أن يكون اللقاء مثمرا، ولهذا أنا قلت لك أنه نأمل أن نرى خطوات الأرض خاصة في الجبهات وفي الأمن وفي التنسيق الكامل، ليس مع الإصلاح وإنما مع الشرعية كاملة. الإصلاح لا يتحرك بفرده، لكن الإصلاح قسم أساسي في العملية. فنحن نأمل أن يكون هذا اللقاء بعد هذه المدة التي انكشفت فيها الأوراق كثير من الأدعياء والذين يشنون حملة على الإصلاح وعلى الشرعية وعلى الجيش الوطني أثبتوا أنهم لا قيمة لهم على الأرض. من تقصد أستاذ أحمد؟ ولهذا نعم، من تقصد بمن الذي يوجه هذه الرسائل يعني ويتهم الإصلاح بها؟ أنا لا أستطيع أن أحدد الآن أسماء كفاية، لكن أنت إعلامي والإعلام مفتوح أمامك. هناك حملة متواصلة أكثر من طرف تشن حملة على الإصلاح وعلى الشرعية تحت عنوان الإصلاح لكي تسيطر عند الإقليم وعند الآخر. والقصد من هذا أن الإصلاح موجود كقوة ممكن الوثوق بها، وممكن إذا تحالفت الأطراف الدولية مع الشرعية مع الرئيس عبد ربه ومن ضمن هذه الشرعية التجمع من الإصلاح سيكون هناك أثرا للتحرير وسنختصر الوقت. نعم، طيب الآن أتساءل وأنقل هذا التساؤل إلى السيد صلاح الصقلدي. أستاذ صلاح، يعني هل تقلق الأطراف اليمنية يعني بخلاف من يتواجد على الأرض في المحافظات المحررة بخلاف الإصلاح، هل يقلق من هذا التقارب بين حزب الإصلاح وكما يقول يعني ضيف الآخر الأستاذ أحمد عثمان الذي يتحرك وفق إطار الشرعية، هل يقلق مثلا المجلس الانتقالي من تحركات الإصلاح وتقاربه مع الإمارات؟ لا شك بأن هناك سيكون قلق من هذا، خصوصا حين نعرف أن الإصلاح ممكن يقدم على أي خطوة، فهو لا يمانع بأن يتنازل عن أي مبادئ له أو أي قيم أو أي أهداف له في سبيل أن يظفر بشيء من الأرض والوصول إلى السلطة. فالإصلاح معروف بأنه يسمن نفسه اليوم ويكدس الأسلحة وهو ينظر إلى الخلف أكثر مما ينظر إلى الأمام اليوم. فهو في الجنوب ليس له مشكلة وليس له أي خصم غير الجنوبيين أنفسهم، فهو يعمل يثير المشاكل هنا في عدن وفي صلاح يعني وفي الضالع وفي لاحق وفي حضرموت وفي شبه يعني أطراف أخرى. المجلس الانتقالي بات يوصف الآن في الإعلام على أنه أداة إماراتية، يعني بال 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 بالمو يعني بالعلاقة أو بالمقارنة مع حزب الإصلاح هناك فارق كبير في سياق العلاقة مع الإمارات. أنا أتحدث عن الخلفية الإصلاح التاريخية، فهو تحالف مع الكل ضد الكل، فهو لا يمانع بأن يتحالف مع الجميع في سبيل وصوله إلى السلطة بأي ثمن
ولو كان على حساب اليمن وعلى حساب سيادتها، فهو يدعي بأن الإمارات دولة احتلال، وفي نفس الوقت يهرول إلى أبو ظبي. فبالتالي هذا نحن أمام حزب لا نستطيع أن نتوقع ماذا سيقدم عليه غدا، وبالتالي طيب لا أفهم إلى الآن لماذا يقلق عندما يكون المجلس الانتقالي عندما يكون أمام حزب خطوة؟ ألا يمكن اعتبار أن هذه خطوة يمكن أن تسرع في حسم الأوضاع في المحافظات المحررة بشكل عام، وكذلك في على مستوى الجبهات القتال كما تقول؟ ألا يمكن أن يؤدي هذا إلى استقرار أكبر في اليمن وإلى مواجهة العدو المشترك كما هو معلن الانقلابيين؟ إن حصل هذا وحرك الإصلاح الجبهات بجدية، فهو بالتأكيد قد حصل على وعود، وأخشى أن يكون الضحية هو الجنوبيون في هذه الحالة، برغم أنني أشك من أن الإمارات قد تثق في الإصلاح. فالإصلاح حزب لا يؤمن جانبه على الإطلاق، منذ تحالف مع الحوثيين ثم أدار ظهره له، تحالف مع المؤتمر سنوات أو عقود ثم خذل به، تحالف مع الجنوبيين في هذه الحرب ثم أدار ظهر المجن لهم جميعا. والإمارات تعرف أن تحالف أو أي تنسيق مع هذا الحزب فإنه سيكون فيه خطورة على حلفائها الآخرين وعلى الجنوبيين بالذات والمجلس الانتقالي، وهي بمسيس الحاجة إليهم خطوط المجلس الانتقالي. فالإمارات تحاول أن توازن وتجمع قطبي معادلة صعبة للغاية. فأنا أرى أن الإمارات لا تستطيع أن توفق ما بين رضا الإصلاح الطامح والطامع وما بين طموحات وأهداف الجنوبيين التي لا تقل عن هدف استعادة دولتهم. طيب اسمح لي أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ أحمد عثمان. الإمارات لا تستطيع أن توافق ما بين مطالب أو مطامع كما يسميها حزب الإصلاح وما بين مصالح الجنوبيين، كيف ترى هذه النقطة أستاذ أحمد؟ والله أخي العزيز، أنا أرى أن اليمنيين عليهم أن يبتعدوا من دائرة الأوهام التي يعيشونها وينتقلوا إلى درجة الواقعية والمشروع الواقعي. نحن رافضين مشروع إنقاذ اليمن، والله سنتجه كل اليمنيين لهذا المشروع، يكون عندنا مشروع واضح. الانقلاب الذي حدث في صنعاء ليس انقلابا عادلا، وإنما انقلابا على الهوية وعلى الجمهورية وعلى حرية الشعب. ولهذا اليمن تغرق، لديه مشروع واضح، مشروع إنقاذ اليمن والسعادة الشرعية، شرعية الشعب اليمني. يجب ألا نكذب أنفسنا ونحاول نعيش في قضية إرضاء أولاد أو زعفران. نحن شركاء مع دول التحالف، ويجب أن ننطلق اليمنيين كشركاء مع الأشقاء في الإمارات وفي السعودية من أجل هذه المعركة المتداخلة التي تشكل خطرا على اليمن وتشكل خطرا على دول الإقليم وعلى الخليج وعلى الإمارات وعلى السعودية. يجب أن نلتف كثيرا ونتجاوز وضع الاتهامات المتبادلة لبعضنا، ونحاول أن نتجه جميعا إلى التحرير، إلى تحرير اليمن، وبعدها الشعب اليمني يقرر مصيره. نحن يجب أن فعلا أن نخرج من مربع الاتهامات وبيع الوهم والردح بدون أي دليل. نحن لدينا هل يشمل ذلك أستاذ أحمد، هل يشمل ذلك اتهامات التي يمكن أن تلقى على من يقوم باغتيال ما تسميه مثلا صحوة كوادر حزب الإصلاح في عدن والمحافظات الجنوبية؟ هل تم تجاوز هذا الملف وإغلاقه؟ أخي، الاغتيالات في الجنوب في عدن، اغتيالات سفك الدم اليمني، هذه قضية لا يمكن تجاوزها. هذه يعني عشرات القتلى والاغتيالات، هذه أنا أعتبرها قضية غامضة، وعلى الجميع أن نحقق هذه في قضايا الاغتيالات. مسؤولية الجميع في السلطة وفي دول التحالف أن ترتب الأمن، ويكون هناك أمن حقيقي يستطيع أن يقبض على القتلة ويستطيع أن يدع القاتل مجهولا. هذه قضية يعني غير مترابطة، لا بد أن نربط هذه الأشياء بالمعركة التفصيلية. هناك قضية، هل طرحت هذه النقطة وهذا الملف، هل طرح ضمن يعني أجندة هذا اللقاء أستاذ أحمد؟ لا أعتقد، المعركة الأساسية هي معركة التحرير كما قلت لك، لا صوت يعلو في قصة التحرير،
ولا أن نضع نسمي الأمور بمسمياتها وننطلق نحو التحرير، نحو وحدة المشروع، وحدة الأطراف المعسكر الشرعية من دول تحالف ومن شرعية ومن جيش. هذه القضية يبقى يعني تكون هي المعركة الأساسية، وبقية الملفات يجب أن تؤخذ حقها كابرة. يعني هذه الملفات هل هي هامشية بالنسبة ما يحدث في المحافظات الجنوبية بالنسبة للمعركة اليمنية والهدف الأساس، هل هي هامشية هذه؟ حتى أفهم منك بشكل واضح. أبدا، ليش هامشية؟ هذه هي أساسية، لكن هذه أهمية يجب أن تبقى ويجب أن تطالب الجميع. هؤلاء اليمنيين بغض النظر عن سواء كانوا إصلاح أو غير إصلاح، أي يمني يقتل فهذا ملف أساسي يجب أن يطالب الجميع، الشعب اليمني، لأن هذه لا تسقط التقادم، هذه تبقى محل تحقيق ومطالب التحقيق بين القاتل وبين الفاعل. لكن أحيانا يجب أن نضبط كل شيء في يعني بهذا اللقاء كأننا نحاول الانتقاص والتشويش. هذه ملفات أساسية لا تنتقص ملف عن ملف، كلها يجب أن تسير وتأخذ مداها الأساسي وتأخذ حقها. نحن لدينا معركة أساسية، وشركائنا في الإمارات وفي السعودية، نحن معركتنا معركة مصر واحد وفي خندق واحد، وهذا أمر مهم ويجب أن يكون التنسيق على أعلى مستوى. طيب، أنتقل إلى النقطة الأخرى في سياق التحذيرات. يعني هناك من يحذر أستاذ صلاح من أي اتفاق ما بين الإصلاح والإمارات. أنت أوضحت جزء من وجهة نظرك بهذا الموضوع، لكن هذا اللقاء في دلالة التوقيت يأتي بعد أسابيع من إقالة بن دغر وإطاحته، يعني الإطاحة به من رئاسة الحكومة. هل هنا ترتيبات كبيرة يعني فعلا إعادة بلورة العلاقة ما بين الشرعية اليمنية ككل وما بين دولة الإمارات بالتحديد؟ لأنه يعني التصريحات ضد الإمارات ليست فقط من حزب الإصلاح، كان هناك تصريحات أو فتور في العلاقة على الأقل يمكن وصفه ما بين الشرعية اليمنية والإمارات كأحدى دول التحالف. أستاذ صلاح، تطرق إلى الأخ أحمد عثمان، وهو أن قوله بأن اليمنيين يجب أن يتوحدوا على مشروع واحد وعلى مشروع سياسي للجميع. فأعتقد عندما يتحدث الأخ أحمد عثمان والحزب الإصلاح والشرعية كلها بأن هناك احتلال في الشمال من قبل الشماليين أنفسهم، فكيف لا يكون الجنوبيين حق أن يتحدثوا على أن في الجنوب كان احتلال شمالي من عام 94، وبالتالي يكون لهم حق البحث عن استقلال واستعادة دولتهم؟ فإذا كان أهل صنعاء قوة احتلال في نظر الإصلاح في صنعاء، وأهل ذمار قوة احتلال في ذمار، يعني هل ترى أن الحوثيين أن الشمال كله قوة احتلال في الجنوب؟ لأفهم منك هذه النقطة، هل ترى أن الحوثيين قوة شرعية؟ وبالتالي الحديث عن مشاريع، هل ترى أن الحوثيين قوة شرعية؟ لا أنا أتحدث عن خطاب الإصلاح وخطاب الشرعية، فهم توصيف القوة الحوثيين هي قوة احتلال، برغم أن الحوثيين والمؤتمر قوة انقلاب حينما كان أليست قوة انقلاب أستاذ صلاح؟ تعاون معهم فكان لا أنا أحمد عثمان قبل دقائق يقول بأن هناك لابد من تحرير الشمال، فعندما تتحدث عن تحرير فأنت بالضرورة تتحدث عن احتلال، وإلا من ماذا تتحرر إن لم يكن احتلال؟ على كل حال دعني أنتقل إلى النقطة التي طرحتها، العلاقات بين الإمارات والإصلاح والشرعية بشكل عام، لأن هناك تغيير رئاسة الحكومة كان، وكان هذا اللقاء لاحقا لهذا التغيير. نعم، لكن الحوارات هي بين الإمارات وحزب الإصلاح تحديدا، وليس بين الإصلاح وليس بين الإمارات والشرعية عموما، هي بين الإصلاح كحزب، والدليل أن قيادات الحزب الإصلاح هي اللي موجودة بصفتها الحزبية وليس بصفتها الشرعية، فهي لا تحمل أي مناصب رسمية بالدولة ولا بالحكومة، فهي تحمل صفتها الرسمية وأتت إلى أبو ظبي بصفتها الحزبية، وبالتالي يكون الحديث هو ما بين الإمارات وما بين حزب الإصلاح باعتباره القوة الفاعلة والقوة المؤثرة والقوة الكبيرة داخل الشرعية.
الحديث عن ان هذا التقارب وهذه اللقاءات اتت بعد اقاله بندغر فهو صحيح، وهذا نقطه مهمه. فالاصلاح والشرعيه كانت تقدم بندغر بانه هو المنافح عن ضد الاحتلال الاماراتي، وبالتالي لا استبعد ان يكون هذا اللقاء اتى بعد ترتيبات ما بين الامارات وما بين الاصلاح، أو بمعنى أوضح بأن الإصلاح قد ضحى ببندغر الذي كان يقدمه بأنه هو حامي الديار في الجنوب ضد في وجه الإمارات. وهذا من النقاط التي تحدثنا عنها سابقا، بأن الإصلاح لا يتورع بأن يضحي بالجميع وبما فيهم شركاء وحلفاء داخل السلطة. ف لا استبعد بان الامارات تكون قد عقدت صفقه مع الاصلاح في الاسابيع التي سبقت اقاله بندغر، واحتفظت بالحكومه كما هي ولم تطالب بتغيير حكومي او الشروع الى حكومه مصغره، واحتفظت بالحكومه كما هي كي يبقى الاصلاح وزنه موجود ويتم استبعاد رئيس الحكومه استجابة للطلب الإماراتي. وهنا يكون الإصلاح قد باع أحد رموزه التي كان يقدمها. وبالأخير أنت سألتنا قبل قليل هل هذا مدعاة للقلق التقارب الإصلاحي الإماراتي، فأنا قلت لك نعم، يفترض أن الجنوبيون خصوصا أنهم القوة المستهدفة. كنت تتحدث عن مجلس انتقال الجنوبي أن ككيان سياسي. طيب أنتقل إلى الأستاذ أحمد عثمان في نقطة. يعني أستاذ أحمد، القواعد الشعبية لحزب الإصلاح تتهم كثير من القيادات والقوى باعتبارهم أدوات إماراتية. الآن نرى قيادة الإصلاح تلتقي مع المسؤولين الإماراتيين، كيف يفهم هذا التناقض إن صح التعبير؟ اخي الكريم، لا بالتناقض على الاطلاق. اولا احب ان اذكر الانشي ومحمد اليدومي، صحيح انهم يعني زعماء حزب الاصلاح لكنهم قسم الشرعيه وهم مستشاري رئيس الجمهوريه. هذه قضيه يعني واضحه قضيه، لكنهم ذهبوا الى هناك يعني التوصيف الذي قدموا فيه كانوا يعني الامين العام للتجمع اليمني للاصلاح ورئيس الهيئه العليا، اليس كذلك؟ نعم، رئيس الهيئة العليا ورئيس الإصلاح، الإصلاح جزء من الهيئة الشرعية. وأنا قلت له سابقا أن هذا اللقاء كان نتيجة عبارة عن تسفيق أضواء بين الأطراف المهمة في الشرعية نتيجة الحملات والمتكررة من أجل تسفية الأجواء. ما أرى يعني سؤالك الأول ليش؟ يعني في سياق الآن عندما تتهم، نرى القواعد الشعبية لحزب الإصلاح تتهم أحزاب وقوى أخرى بأنها أدوات إماراتية، الآن نجد رأسي الحزب يجلسون مع مسؤولين إماراتيين، كيف يمكن أن يفهم هذا التناقض إن صح التعبير؟ نعم، شوف يا عزيز، الإصلاح واضح من أول يوم. الإصلاح رحب بحزب الحزب، والإصلاح في كل بياناته أيضا رحب بالإمارات واعتبرها شريك، ولم يحدث ان بيان الاصلاح او قياده الاصلاح تحدثت بهذه اللغه. هذه لغه الفيسبوك يجب ان تكون مرجعيه سياسيه، هذه يعني اقلام مفتوحه لا يستطيع احد ان يحكم لها عليها، ولا يمكن ان تكون مرجعيه. نحن في الاصلاح، الخطاب الاصلاحي خطاب واحد منذ اليوم الاول للعاصفه الى يومنا هذا، والخطاب واحد مع شركائنا. الإصلاح حريص على شركائه في هذه المعركة، من ضمنها الإمارات. لم يعني يتم الإصلاح مع الإمارات وجزء من التحالف ودول من التحالف بأي اتهام ووصفها بأنها دولة احتلال، أبدا لم يحصل أبدا. هذه واضحة عند الإصلاح. الإصلاح لديه مشروع واضح، لديه هم وطني واضح، ويتحمل كل الأمور من أجل المشروع اليمني ومشروع الجمهورية اليمنية الواحد. لماذا تحملون إذا أستاذ صلاح الصقلدي، إذا كان يعني الأستاذ أحمد يقول إن الإصلاح يحمل هما وطنيا، يحمل هم الجمهورية اليمنية، لماذا يحمل عليه كل يعني حتى التقارب مع الإمارات بات مشكلة كما تطرح وخطر، لماذا يحمل كل ذلك؟ هو حزب الإصلاح يرى اليمن وفق ما مصالحه، وهو
تعامل مع الحوثيين في فترات من السابقة ووصفهم بالانقلابيين، تحالف مع المؤتمر ثم اعتبره دولة فساد. فالإصلاح لا ينظر إلى الوطن إلا من الزاوية الحزبية فقط التي تبدو لها واضحة فيها، أما والتجارب كثيرة، فتجربتنا مع الإصلاح مريرة في الجنوب أقصد لك، آخرها كان في ثورة 2011. الإصلاح تبنى خطاب ديماغوغي نحو القضية الجنوبية ووظف أو حاول أن يوظف القضية الجنوبية لمصلحته ولمصلحة إسقاط النظام. بمجرد أن عمل تسوية مع النظام وفق المبارة الخليجية أدار ظهر المجال الجنوبيين وتنكر لهم بشكل فج وبشكل صارخ، هذا معروف. لكن أستاذ صلاح، يعني ألم يكن في لحظة من اللحظات هناك تقارب بين أطراف جنوبية وأطراف في إيران أيضا؟ ألم يكن هناك تقارب ما بين أطراف جنوبية وأطراف في حتى مثلا السعودية والإمارات؟ هناك تقارب دوما، يعني السياسة هي مصالح في نهاية المطاف. لماذا يحمل الإصلاح ولا يحمل الآخرون؟ لا ألوم الإصلاح بأنه يمد علاقاتهم على آخرين، ولكن ليس على حساب قوى أخرى. فهو معروف أنه يقف، قضيته أصبحت هي قضية كيف يفشل المشروع الجنوبي، بالرغم أنه يعرف الإصلاح جيدا بأن الوحدة قد تم قتلها في عام 94 وتم تشييع جنازتها في 2015. فلماذا الإصرار على مشروع سياسي يمني واحد بعد كل ما جرى؟ فالإصلاح نعرف أنه هو المحور الأساسي للشرعية التي تسميت بتنفيذ مخرجات حوار تم صياغتها قبل الحرب، ويحاول أن يفرضها اليوم باسم مشروع الدولة الأقاليم الستة، برغم أن هذا المشروع قد تجاوزته الحرب وتجاوزته الوقائع وتجاوزته الخارطة السياسية التي أفضت إليها هذه الحرب. فالإصلاح همه الأساسي أكثر مما همه في الشمال، وهمه في الجنوب بأن يسقط المشروع الجنوبي، بأن يدوس على الجنوبيين، بأن يعيد الاحتلال الجنوب مرة أخرى على صورة دولة ستة الأقاليم. فإن كان للإصلاح فعلا يبحث عن دولة، عن يمن، عن مشروع موحد، مشروع وطني، لما تأخر عنه الجنوبيين. فالجنوبيين مدوا أيديهم من عام 90 وإلى اليوم للجميع، لكل القوى، ولكن للأسف كل هذه القوى لا تبحث عن يمن موحد، عن يمن فيه العدالة، عن يمن يضم الجميع بدون نظرات تابع ومتبوع، وبدون نظرة الأصل يعود الأصل والفرع. لقد طرقنا كل الأبواب وأمام كل القوى، ولكن للأسف تم طيب وصل. دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ أحمد عثمان. أصبح من العبث الرهان على هذه القوى مرة ثانية بعد كل ما جرى. يعني يقول الأستاذ صلاح الصقلدي، ينهي كلامه بأنه أصبح من العبث الرهان على هذه القوى، لربما يقصد حزب الإصلاح، ويقول أنه من يعني تجاوزت الخارطة على الأرض، تجاوز مسألة مشروع الحوار الوطني ومشروع الدولة الفيدرالية أيضا. كيف ترى كل هذه النقاط أستاذ أحمد؟ أنا طبعا معبرة مع الأخ صلاح، نحن لا نقرر عن اليمن. الإصلاح لا يدعي أنه هو اليمن وأنه مثل، لا يمثل الشمال كله، لا يمثل الجنوب، ولا يمثل اليمن. هو جزء من هذا الشعب اليمني، وأي خيار اختار الشعب اليمني فليصلح مع الشعب اليمني. نحن نرى اليمن بعيون كل اليمنيين، ونحترم كل الآراء، ولا نخاف من تقارب أي طرف من الأطراف مع اليمنيين أو غيره. نحن نعتبر اليمني جزء واحد. لكن أذكر الأخ صلاح أنه يعني الاتهامات الكبيرة هذه عن إصلاح بدون دليل. مثلا هو تحدث أنه في أشار إلى مبادرة 2011، وأنه الإصلاح خدع الجنوبيين، وأنه عندما سقط الدولة باعت في المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية هذه ليست مبادرة الإصلاح، هذه المبادرة الخليجية مبادرة كل الأحزاب اليمنية من ضمن أحزاب جنوبية. وقت يعني حوار وطني كان فيه الإصلاح ممثل بنسبة بسيطة جدا، لا تساوي وزنه في الأرض، وكان هناك كثير من الأحزاب يعني اليمنية. وهناك ايضا فعاليات وشخصيات ومنظمات جنوبيه، اذا في المبادره الخليجيه في مخرجات الحوار هذه هي حق اليمن. و
ولا يحق لي طرف من الاطراف ان يتحدث باسم الجنوب او باسم الشمال. نحن يجب ان نتحدث باسم اليمنيين ونجد حوارا كبيرا ونخرج به محرك حضاري، ولهذا يعني يجب ان نقلل من الاتهامات العشوائيه، لا تنفع ولا تفيد الوطن ولا تفيد حتى الاحزاب التي تطلق هذه الاتهامات. ان تكون الاتهامات او الكلام يعني كلام حصيف وكلام فيه من الموضوعيه. نحن يجب ان نعرف ونسير على هذا الاساس الموضوعي لاصلاح جزء من الشعب اليمني، ولا يتحدث عن ولا يتحدث او يقدم على مستقبل اليمن. ما يمكن ان تكون اليمن، هل باستقاليم او باقليمين؟ هذه الذي قرر هذا الامر هو الشعب اليمني عن طريق ادوات ديمقراطيه صحيحه. طيب انتقل اليك استاذ الصقلدي الان. يعني هناك كما يبدو هذا التوجه من الإمارات للتعامل مع حزب الإصلاح، هل يعني أنها في طريقها إلى التخلي عن وكلائها، حلفائها إن أحببت تسميتهم كذلك، سواء المجلس الانتقالي الجنوبي أو حتى عائلة صالح نفسها؟ لا، ليس إلى هذا الحد. أعتقد أن الإمارات تثق بالحزب الإصلاح إلى درجة أنها تضحي بحلفاء مهمين كالمجلس الانتقالي وحتى كالعمير طارق. فالإمارات تعرف أن مستقبلها في الجنوب ومصالحها في الجنوب هي مرتبطة بأبناء الجنوب وبالقوى الفاعلة داخل الجنوب، ولا يمكن أن ترهن مصالحها بقوى شمالية لا وزن لها بالجنوب أو على الأقل ليس يعني لها. أفهم منك أستاذ صلاح، أفهم منك أن العلاقة مع العميد طارق ليست مشكلة بالنسبة للجنوبيين، لكن العلاقة مع الإصلاح هي المشكلة الى الان؟ نعم. لماذا؟ لان على الاقل على الرغم من ان من كان قائد يعني من كان رئيس الدوله في ذلك الوقت والحزب الحاكم هو مؤتمر هو الحزب المؤتمر الشعبي العام في حرب 94. لا لا لا، اسمح لي اوضح امر، اوضح لك امر مهم. لماذا الاصلاح اكثر خطوره على المؤتمر؟ برغم ان المؤتمر نعرف ان الجنوبي له تاريخ بشع مع المؤتمر وهو كان راس حربه عام 94، هذا حقيقه لا خلاف فيها، ولكن خطوره الاصلاح بانه حزب منظم، حزب مؤدلج، حزب له اطماع كبيره داخل الجنوب بخلاف المؤتمر. المؤتمر هو حزب افتراضي، حزب شكلي لا ليس له قاعده شعبيه منظمه ولا جماهيريه موجوده بالجنوب بالحجم الذي يتمتع به الاصلاح، وبالتالي الخطوره من المؤتمر تكاد تكون لا شيء امام الاصلاح. فالاصلاح ليس فقط انه يتعامل بخبث مع الجنوب اليوم، بل انه يكدس السلاح ويضمر كل طاقات ويوفر كل طاقات الدوله للمستقبل. وانا على يقين بانه سيدير فوهة المدافع جنوبا عندما تفرغ حينما يتم التسويه في الشمال، وهذا ما يعلنه الاصلاح احيانا بشكل مباشر واحيانا غير مباشر. كيف يقول؟ ما الذي يقول؟ لا يخفي على الاطلاق بان الجنوب هو لا يخفي خطابه بان الجنوب هو المرحله الثانيه بعد ان تتسوى له الارضيه في الشمال. فهذا لان الاصلاح مستقبله في اليمن عموما هو مستمده من الجنوب، سواء من ثروات طيب الجنوب. أنقل هذه النقطة بشكل يعني موجز حول العمليات العسكرية. يتحدث على الأستاذ صلاح الصقلدي سيد أحمد يتحدث على أن الإصلاح يكدس الأسلحة. متى سيستخدم الإصلاح هذه الأسلحة في الجبهات؟ متى سنرى تحركا في الجبهات ينهي الانقلاب بشكل فاعل؟ اخي، اولا ما يعني ارجو انه الناس تخلص من فوبيا من الاصلاح انه هذا يتحول الى مرض. الاخ صلاح تحدث عن ان الاصلاح يتحول الى الجنوب ويصرح الاصلاحيون ان الجنوب مرحله ثانيه. انا لا ادري كيف اخذ هذا الخطاب، مع ان الاصلاح لا يقترب هذا الخطاب لا من قريب ولا من بعيد. نحن امام فوبيا الاصلاح. هم خيالات الناس تتخيل اشياء ثم تقولها وتصدق انها حقائق. هذه كارثه. الثاني ان الاخ صلاح طبعا تحدث ان الاصلاح حزب منظم وموجود في انقل المجتمع الجنوبي.
هذا مدعاة أن يحترموا هذا الإصلاح لأنه يمثل جزء من المجتمع الجنوبي، لا لا يحملوا عليه هذه الحملة الشعواء. قضية الإصلاح يعني يقدس السلاح، طبعا هذه من ضمن الخيارات التي لا أساس بها صحة. الإصلاح حزب مدني وأثبت أنه حزب مدني ولم يكن يعني يوما مقدسا للسلاح أو الاغتيالات. الاغتيالات تعرض لها الإصلاحيون لكنه لم يقم بيع الاغتيال، وليس من سياستي أن يستخدم السلاح، ودائما يقدس الدولة وليس السلاح. الإصلاح يعمل جاهدا من أجل الدولة ويعمل في ظل الدولة، وسيظل أن الدولة هي مشروع اليمنيين. نحن لا نعمل من أجل حزب، الإصلاح لا يعمل من أجل حزب، والحزب عندما يبدأ يعمل من أجل الحزب فإنه يصبح مشروع ألا وطني. نحن مشروع أنا وطني، والحزب أداة من أجل خدمة الدولة ومن أجل خدمة الوطن ووسيلة من وسائل المشروع الوطني. بدون هذا لا يمكن، نحن عندنا هذه الأمور واضحة جدا، ولا يمكن أن نكون لا بالشيء ولا نقدس السلاح ولا نحول الدبابة ضد إخوانه، لأنه أصلا عندنا دبابة أخرى ولا نؤمن بالدبابة وإنما بالدولة. أشكرك إذن رئيس الدائرة الإعلامية لفرح حزب الإصلاح من تعز أحمد عثمان، وكذا الصحفي السيد صلاح الصقلدي ضيفي الكريمين في هذه الحلقة. شكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.